السلام عليكم مع من تاني، حباب كل من انضم علي متابعة في حضرة المساء ليوم الاثنين واليوم الوطني زي ما شاهدنا في الفقرتين الفاتو. والسياسة هي الوطن وجزء كبير جدا من الوطن، وقد تكون بتتحكم لحد ما في وطننا، وايا كان زي ما شايفين التغييرات السياسيه هي تتحكم في كثير من تفاصيل حياتنا هنا في السودان. في الفقره دي حنتكلم عن شريحه مهمه جدا، هي شريحه الشباب، مشاركه الشباب للعمل السياسي. معنا الناشط السياسي محمد الامير عبد الله. محمد مساء الخير عليك. مساء النور استاذ عزيزه، مساء النور ابو بكر. أنا سعيد جدا إنه أكون معاكم في برنامج في حضرة المساء. إن شاء الله نقدر نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. الله. محمد الأمير عبد الله ناشط سياسي وطالب، ما زلت تدرس الآن. أيوه. صح؟ ويعني من قلب الشباب ومن صميم الشباب أنت قاعد، وأكيد حتعبر عنهم بالطريقة المثلى. فكلنا كده لما جينا برال من الجامعة وبدينا ناس البيت، اوعى تخش السياسه يا ولد، اوعى تبقى في الحزب الفلاني او غيره، قرايتك والجامعه وكده. تعليقك على الكلمه دي؟ طيب طبعا اي اسره بتكون شايفه انه هي مصلحه ابنها هي الافضل، ونتيجه للممارسات اللي كانت بتحصل للمنظمين سياسيا في الجامعات، فكان من باب ابعد للشر وغنيله والباب اللي بيجيب الريح سد بيستريح، كانوا بيفتكروا انه هم كده بيحاولوا يحموا اولادهم، وما عارفين انه لما انت تخصم من ولدك من شخصيته انه هو يكون عنده، يمكن يكون عنده الموهبه، يمكن يكون عنده القدره على يكون قيادي، يكون خطابي، انت لما تخصم منه الحاجه دي بعد ما يطلع للمجتمع برا انت قاعد ممكن او اقرب مصطلح انه يكون مسخ، يعني انت بتخلق في مسخ. طيب انا ما نصحته مثلا، يعني الاب والام دائما ما انصحه لما يجي يخش الجامعه، لو ما نصحته بقى كده هل ممكن ده يسبب له ضعف في شخصيته او ياثر عليه في المستقبل؟ وهل الحاجه دي ممكن تشكله لقدام كشخصيه؟ هو هيبقى شنو مثلا لما يكبر؟ قد يكون عايز يبقى شخصيه هو قياديه، هل تتشكل من الجامعه ولا ممكن قبلها؟ وهل انا بضر ولدي او بنتي اذا انا منعتهم من انه يكونوا بعيدين من القصه بتاعت السياسه دي، ولا يمكن اخليهم قريبين لها واضرهم كمان؟ لانه في ممارسات بتحصل في الجامعه، واحنا عارفين زمان الاركان بتاعت النقاش والتفاصيل والسيخ زمان كان في الجامعات، انا يعني وانت وابو بكر عارفين يعني. بعدين الحاجه قرينا جامعات، كلنا درسنا كليه الاداب جامعه النيلين. ايوه سبحان يعني الله، يعني من حسن الصدفه. عزيزه انت تخصص انجليزي صح؟ انا اداب علم نفس. علم نفس محمد؟ انا ما درست اداب، ما درست في اداب لكن موجود. انا شايف أيوة كثير الاداب انجليزي. يلا الحاجه دي ممكن تضر، تكون ايجابيه ولا سلبيه؟ لانه ممكن اعرض ولدي ولا بنتي ده للخطر برضه. هي شخصيه البني ادم يمكن بتمر بمراحل كثيره في التعلم. نعم. تمام، من البيت، الاسره، الروضه، المدرسه، الشارع. ففي مرحله مهمه اللي هي مرحله الجامعه دي اللي طبعا بتكمل الشخصيه بعد ذلك. نعم. تطلع فيها للمجتمع كانسان. لو خصمت من ولدك في ناحيه من المجالات الثقافيه، الاجتماعيه، الرياضيه، الاكاديميه، في النهايه انت قاعد تخصم من مساحه كبيره جدا من شخصيته حياته. فانت ممكن انت ما تمنعه والموضوع ما بيضره. نعم. تكلمت عن ممارسه السيخ والحادي، انا قلت اتكلم لك يمكن بعدين في النقاش نمشي لقصه دور الشباب في الوعي بتاع. انت لما تمنع كميه كبيره من الشباب في انه يكون عندهم دور وصوت داخل الجامعه وياخذ حيقود البلد منه؟ حيقود البلد منه زي ما قال ابو بكر، لانه هسه الحقبه بتاعت ال 30 سنه بتاعت فتره نظام البشير في كميه بتاعت شباب كانوا بيخشوا الجامعات نتيجه للضغط الاسري بتاع ابعدوا من السياده ابعدوا السياده، هم يعني كانوا قائدين البلد في الفترات اللي فاتت دي، كانوا في الجامعه ناشطين سياسيين وعندهم كلمه ومنابر. هي بتخلق منك ما فقط بس سياسي، لكن مذيع، اعلامي، رياضي، تدمجوا مع بعض سياسي. سياسي اول يطلع سياسي. حاليا بيتكلم عن السياسه. لا ما انا قلت لك يعني احنا قاعدين نخرج اعلاميين وقاعدين نخرج رياضيين وقاعدين نخرج شعراء، برضه احنا بنتكلم هسه عن السياسه. طيب ليه ما نخرج سياسيين؟ ليه بنمنع السياسيين؟ هي الميزه في السياسه انها يعني بتجي عن طريق الممارسه. ممكن تكون علم يدرس، لكن لو تمت ممارستها في فتره الجامعه بتخرج قادة سياسيين، متحدثين في المنابر، دبلوماسيين، رؤساء، وزراء، كل الحاجة بيتم تطويرها في مرحلة الجامعة. لكن أنا ممكن أقول للولد خليك أنت عند دور الأسرة هنا، خليك حصيف وخليك واعي وخليك كده واحد اثنين ثلاثة،
الدور الثاني بقى عشان الكلام اللي قالته عزيزه انه زول بعدين مثلا ما يتعرض للضرب، ما يتعرض للاعتداء لكده، ده هنا ما دور الاسره، ما هي ما حتمنع الحاجه دي، انت ممارستك الحق الطبيعي اذا في يعني الدوله تحترم القانون، تحترم ممارسه الحق السياسي، تمارس بدون ما انا اخاف ذاته انها دقه. لكن برا يعني بتلقى انه في برضه ممارسات بتاعت اعتداءات ضرب وكده، يعني ده كوم السياسه. لكن بنرجع نقول الكلمه المعروفه الكل اللي قاعدين نقول انه السياسه والنضال عنده ضريبه بتندفع. صح. اول واحد فيها اللي هو شنو؟ سيخ جاتك، فلقه جاتك، غرفوك، دقوك، دي كلها من الحاجات اللي قاعدين نقولها بالالفاظ السياسيه. هو ده الحرم الجامعي، والحرم أيوة. الجامعي عنده هو ما زي برا يا ابو بكر. الطلاب ما قاعدين الفكره بتاعت فكرة الممارسة السياسية هي عشان توصلنا للمرحلة بتاع الديمقراطية واختلاف الرأي. نعم. وكيف نحن نختلف في إطار بالكلام. نعم. اللي نحن نودي عنف. لكن ما قلت لك إنه ده زول كان هو عنده يد كبيرة في إنه يضرب بسيخة عشان يوصل رسالة للأسرة. أمنع ولدك في السياسة عشان ما تقول لنا لا. نعم. زي هسي بكتلوا في الشارع برضو عشان يحاولوا يمنعوا الأولاد إنه يطلعوا الشارع. بالضبط. نعم. هي عملية بتاعت قمع. طيب عملية قمع على قولك. طيب ليه في فجوة خلافات بين الشباب وقياداتهم السياسية وما زالت بالمناسبة الحاجة دي يعني من زمان هنا عندنا في السودان ما زالت تحس إنه لا ما عارف السياسيين ما قادرين يفهموا الشباب ولا الشباب ما قادرين يفهموا السياسيين ولا هم الاثنين قاصدين سياسيين منو؟ القاعدين الآن السياسيين القادة السياسيين نقول أيوة. طيب هي القطيعة التاريخية دي ما حصلت في الأجيال بتاعت في السودان. بداية كلامنا تكلمنا عنه في ناس كتار اتحرموا من إنهم يكونوا جزء من العملية السياسية. نعم. الشباب. فبيقولوا قاعدين في الأحزاب السياسية هم بس اللي قاعدين في الأحزاب السياسية هم القيادات. نعم. بعد ذاك بدأ الثاني في مد قاعد يصل. نعم. في قطيعة تاريخية حصلت بين 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 الأجيال دي. يمكن ناس الثورة اللسي دي ناس بتلاحظ لها إن هي ثورة على الواقع السياسي والاقتصادي، لا هي دي ثورة دائرة بتكسر في الفجوة أو الجاب اللي تحصل له ما بينه وما بين القيادة. والحاجة دي ما حصلت بس في ديسمبر ولا كده، هو ده امتداد للثورة التاريخية مثلا في ممكن أقول إنه السياسيين دول خايفين من الشباب، إنه دول لو جو حيكون رأيهم هو الصحيح هم اللي حيقودوا، وخايفين على أعمارهم السياسية. في ناس الليلة لجان المقاومة لما بتطلع في الشارع في ناس ما حريصين على انه لجان المقاومه والشباب في لجان المقاومه يكون عندهم دور ويتحولوا من منطقه الفعل السياسي لمنطقه اللعب السياسي، انه يكون عندهم دور في اتخاذ القرار السياسي. طيب انا اسوقك في نفس النقطه دي، في فتره من الفترات كانت الاحزاب يعني بيحتدم بين الصراع مشتد، تجي في كل جامعه وفي كل كليه تلقى الاركان السياسيه شغاله ملهلبه والناس مولعه، وحتى لو كان الخطاب لفظي يعني ما ما ما, ما تحول لانه جسدي، بتلقى انه الناس شغاله مثلا اكس من الاحزاب اكس من الحزب الثاني شغالين نقاشات فكريه مناظرات وغيره وغيره، هم بيتصارعوا فيما بعض تمام لابقاء الناس اللي اصلا هم قاعدين في مكانتهم فوق، فهل الكلام ده صحيح؟ دي في حالتين نحن بنتعامل مع الشباب الموجودين جوا داخل التنظيمات السياسية كوغود، هو الفعل ده ما صحيح بالمناسبة، في تنظيمات كثيرة جواها في شباب وقاعدين يقدموا في شغل ممتاز، وخروجهم من توب التنظيمات السياسية ما فقط كان في ديسمبر مثلا، يعني ممكن نشوف حركة قريفنا في 2014 التغيير الآن ليلة وصولا للجان المقاومة وآخر هسي شكل حركة ثورية شبابية اللي هي تجمع الثوار المقاومون، دي كمية بتاعت حركات شبابية للشباب هم جوا تنظيمات سياسية وبرة تنظيمات سياسية شافوا إنه أحلامهم ممكن تتحقق عن طريق اجسام ثانيه. أيوة. وبرضه في نفس الوقت لكن في مقولة في حاجه ثانيه مهمه جدا عشان احنا هنسوق الموضوع في نفس الاطار لكن بقالب ثاني، بيقول لك انه الزول بيجي داخل الحزب تمام عشان يحقق احلامه وطموحاته من اجل الوطن، في حين انه بيلقى تلقائيين هو بينفذ او بيطبق في اجنده الاحزاب اللي هي بتعلي مصلحتها الشخصيه على ارض الوطن. عايزين نخش جوا الجامعه برضه نفس سؤالك. أيوة. بس في اطار في اطار الكليه والجامعه. طيب انت لما بتنضم لتنظيم سياسي انت اصلا بتدق برنامج. هو انت موافقتك الدافع شنو؟ دافع الوطن. الوطن عن طريق لانه مرحله الوعي ذاته انت بتختار بها الحزب ده زول وطني. اي ما لكن عن طريق البرنامج ده. ايوه انا بناضل للوطن عن طريق البرنامج او المشروع ده. طيب في ارتضاك للمشروع ده انت بتنفذ قاعد تنفذ في المشروع انت حاليا ما ده ما بيعني انه قاعد تطبق في اجنده قاعد اطبق باجنده. ما هي كلمه اجنده دي طبعا في عندنا مشكله في المصطلحات السودانيه. في كلمات كبيره قاعد تتدخلينا وهي عباره عن دسوم في عسل. اجنده 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 شنو؟ ما هو ده مشروع
اللي هي انا منظم من تنظيم سياسي معين، عندي برنامج، عندي مشروع. هو طيب نسميها بذات المسمى انه بيطبق في مشروع الحزب ده. أيوة. اللي هو ما بيصب في مصلحه الوطن، مصلحه الحزب فقط، انه يبقاؤه وانه يكون بس مستقر على ارض الواقع او الساحه السياسيه. ما في تنظيم تمام، وبيكون بس من اجلي، لا ما اكثر. ما في حزب سياسي ما عنده برنامج، عنده علاقه بالوطن. يعني احنا كلنا عارفين، بس بنحاول طيب ننمق في الكلام ما اكثر يعني. طيب عارفين. حزلك سؤال ثاني يا محمد. طيب، طيب لما نخش الجامعه وبيقولوا البرالمه والداخلي لسه يا داب الجامعه، وفي اركان بالذات في بدايه السنه اللي عشان تستقطب البرالمه او الطلاب الداخلين، الطلاب الجدد بالذات هم بيكون محط الانظار عشان اي حزب او اي مكون سياسي هو عايز يستقطب طبعا. فهل انتم بتسعوا مثلا، اذا فرضنا يعني انه انتوا حزب معين، بتسعوا للشباب ديل ولا بتديهم الحريه انه هم يمشوا للركن ده يمشوا للركن ده ويختار الحاجه اللي هي بتستهويه او الحاجه اللي هو حسب افكاره تفكيره عقليته حسب تربيته حسب اسرته اذا كان يعني هم محزبين في الاسره؟ فكيف بالذات الطلبه الجداد؟ طيب، هي العملية بتاعت الكسب السياسي لكل تنظيم سياسي هي بتجي بمراحل كثيرة. ممكن منها الناس اللي بيكسوا بأسرهم، انت جاي ابوك تابع للتنظيم الفلاني بتجي تابع للتنظيم الفلاني. نعم. منها العملية بتاعت الاستقطاب والطرح السياسي. معناها هم الأحزاب بيحاولوا يستقطبوا الطلاب الجدد؟ يا ولا بده حرية انه يمشي من ركن لركن عشان يشوف هو ليلة التنظيم الجامعة مثلا، زي مسكنا مثلا مثالا آداب بكري يمكن معاصر الحاجة دي. نعم. مثلا قال لحد شغال تنظيم والاثنين شغال تنظيم والثلاث. نعم. شغال تنظيم، لما نصل لحد يوم الخميس الطالب بيكون مرة بشنو؟ سبعة ثمانية تنظيمات، تنظيمات سياسية سمعلم. نعم. بعد ذاك من خلال نفسه بحدد هو شايف نفسه وين. عملتها بالايام ولا شنو؟ بكره زمان كان في يوم واحد، لا هي مقسمه انه مثلا يوم كده الحزب الاكس لحد دين يشتغلوا حزبين في وقت واحد. اي ممكن لانهم كتار بيشتغلوا ازاي في يوم. لكن برضه داير اسوقك لحاجه ثانيه قبل ما نختار او نجي لسؤال اختيار الحزب ذاته بيمثل الشاب ذاته. بتلقى انه الحزب ذاته بايديولوجيته بفكرته المشروع اللي هو طارحه بيحافظ على بقائه هو تمام، وبيعارض في ايديولوجيه بتاعت حزب ثاني. يعني مثلا اذا فرضنا الحزب الاول مثلا تنظيم اسلامي مع تنظيم يساري او يمين ويساري، بتلقى انه هما الاثنين بيتصارعوا في بعض، واي واحد بيخدم في الحاجه حقته وبيوالي لنفسه وبيكون الوطن مهمش ومهمل في هو بالعكس بيضيع فيها الوطن فلس. ايوه بيضيع فيها. انا قبل كنت اتكلم معك في قلت لك انه في كلمات قاعد تكون موجوده في الفضاء العام ده. هي عندها هي عباره عن دسوم في عسل. بس الليله لما اتكلم معاك عن قصه الصراع السياسي ما بين التنظيمات السياسيه، يقول لك الحساب السياسي بتتصارع في بعضها. طيب هي ما دي ديمقراطيه، هي الاختلاف. نعم. ما الليله لو احنا كلنا متفقين ما كلنا نبقى تنظيم واحد. طيب الليله ما مفترض يكون في يمين وفي يسار. طيب في صراع ما بين اليمين واليسار. انا ده ما مغزى السؤال، مغزى السؤال انه الوطن بيضيع في النهايه. انا ما عارف انه هي الديمقراطيه بتنشا من الاختلاف، والاختلاف الناس في يعني عشان ما يبقى في ديكتاتوري. هم مفترض قالوا الاختلاف لا يفسد للود. أيوة قضيه يعني الناس في النهايه الهدف واحد. انا قصدت لك انه محور السؤال الاساسي يضيع الوطن في الاخر بين التشاكس الاحزاب في النهايه. كان في الجامعه ما زلنا مصرين. نعم. انه احنا. أيوة. في حوش الجامعه. طيب اي في حوش الجامعه مثلا يمكن ابو بكر تعاصرتها في التحالفات الطلابيه عشان انتزاع الاتحاد للطلاب. ايوه تمام. ده من اصابه الدوله. ايوه من اصابه الدوله. كرسي الحكم. أيوة. لكن لمنو؟ قاعد انتزعوا لمنو يعني؟ لحزبه لتنظيمه؟ لا في مثلا في الجامعه ما كان تقدر تشتغل وراك، ما في تنظيم برا وكان بيقدر يقول داير يشيل الاتحاد. ايوه تخيل كل التنظيمات السياسيه كلها بتتفق على انها تشيل الاتحاد من جهه واحده. من جهه واحده. أيوة. اللي هي ديك ما عندها امتدادات التاريخيه. لكن يا محمد والله احنا عارفين واحنا برضه دخلنا الجامعه في حقبه معينه او حقبه الانقاذ، دائما الاتحاد هو بيكون هو المستلم تابع للحكومه للكثافه حقتهم، يعني تابع للحكومه، غير انه كثافتهم يعني في النهايه الحكومه بتكون مسيطره هي وهي بتكون مسيطره في الخرطوم. خرجت القاعده دي يعني جامعه الخرطوم وجامعه شندي وجامعات كثيره. هي دي قصة اقتراع الاتحاد ده. انا داير احرره من السلطه بتاعت الحكومه اللي هي اصلا هي بالضبط كده، ده الهدف، لانه هي منطقه حره الجامعه دي. فبالتالي التنظيمات السياسيه ما كانت قاعده تضيع الاتحاد، ما كانت تضيع الجامعه. اذا زي ما ابو بكر اتكلم عن انه اذا مسكنا الاتحاد محمد مصطفى كل مره بخطك لا اذا قلنا احسن مثال انه الاتحاد هو مثلا بيمثل السلطه. ايوه اه
والجامعه تمثل السودان. طيب التنظيمات السياسيه كانت دايره تسترد كرسي السلطه ده لصالح الشعب. قاعد يحصل الان لصالح الشعب صحيح. هسه عمليه هسه العمليه بتاعت الغوص السياسيه انه في الكلام ده عارف في فقره يا محمد ما 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 بيشي ده عايز له سهره كامله نحن نتكلم فيها ويا ريت يعني لو نستقل مع مخرجنا انه نعمل سهره نجيب كل الاطياف السياسيه والناس اللي عندها افكار والناس اللي من الجامعه ايوه من الجامعه نتكلم عن السياسه في حوش الجامعه. تمام اقعدوا انا معك في الكلام ده انا ما عندي سنت ينسحب ينسحب قال عنده التزام مع زهرة عيد ثاني هو مشكلة. شكرا جدا محمد الأمير عبد الله ناشط السياسي وشكرا محمد الأمين عبد الله نورتنا حبابك شكرا جزيلا. رسالة أخيرة للشباب مارسوا السياسة قبل نختم. رسالة أخيرة للشباب مارسوا السياسة. السياسة ما عيب يا شباب. السياسة ما غلط ما غلط ولا جريمة. مارسوا سياسة. اللي بتعملوا فيه حاليا بتقولوا انه انتوا ده ثورة واللي بيحصل في رجال المقاومة ده فعل سياسي. نعم. بس لكن هو ادوكم لا بقالب ثاني لكن لا سياسة. شكرا جزيلا. شكرا جدا لك مرة ثانية. كانت جرعة برضو تثقيفية في النهاية تصبت في مصلحة الوطن على شكل الحلقة والقالب بتاعنا الليلة. نعم جميل. شكرا أبو بكر على الرفقة والحلقة الخفيفة دي وليلة الجو مميز. أيوة. يعني في حضرة الوطن وفي حضرة جلالك يطيب الجلوس. شكرا كل الشباب خلف الكواليس اللي دائما أنا بكرر انه هم السبب الحقيقي لنجاح كل برنامج وهم اللي بيطلعوا الصوره اللي انتم شايفينها دي. اذا بكون احنا 30% وهم 70%. شكرا ابو بكر الحادو. شكرا الزمخشري. شكرا مرتضى. شكرا الوضع العركيه. شكرا سنتر مخرجنا ومحمد سنتر ومهيد في الصوت وسامي برهاني كمان. شاكرين جدا لك والشباب في هندسه البث المباشر كلهم خطاب ويسري وابراهيم. شاكرين جدا لكم وشكرا لامونا معدتنا الجميلة وإن شاء الله يطيب المقام لك يا أمنة في قناة البلد الفضائية. ولحد ما نلاقيكم تاني بعف ومخلص العريس مخلص العريس طبعا مع قلنا ومع يسري ومع إبراهيم ان شاء الله ربنا يسعدهم ويهنيهم كلهم كمان والحادو كمان كل العرسان يسعدهم ويهنيهم في العيد. نلاقيكم مع فريق عمل جديد بكره ان شاء الله. ونبارك لسامح بيت ولا ولد يا سنتر ولد مبروك له سنتر مو متابع انت مبروك يا زميله سماح عبد النبي الولد ويتربى في عزك ان شاء الله. ربنا يجعله من البارين وتحيه لكم مره ثانيه اقول لكم مع السلامه.